الموسيقى التي تابعناها مع الواعد. ينطلق هذا الشوط الرابع بالمجموع والثاني للحقائق القعدان انطلاقة سليمة وموفقة بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نذهب وإياكم بحضراتكم وبمسامعكم إلى مقدمة الشوط وإلى شعار بن لفجح وشعار بن ثلاب الذيب للسيد محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري يتصدر هذا الجمع، ولكن هنا التقدم من قبل مهول للسيد سالم بن عبد الله بن عويج الهاجري، ومن الجانب الأيمن هنالك مختار للسيد سالم بن هادي اللفجح، ورابع المنطلقين معنا هو شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل، والخامس وآخر مركز مسموح له بالإذاعة معنا هذا شعار بن قوبان مع أو هذا شعار بن قوبان، فعلا شاهين للسيد محمد بن ناصر بن قوبان. عودتنا إلى شعار بن عويج إلى مهول سالم بن عبد الله بن عويج الهاجري يحاذيه، هنالك من الجانب الأيمن شعار بن لفجح مع مختار، من اختار في هذه اللحظات الانتقال بشكل سليم وسلس إلى المركز الأول سالم بن هادي اللفجح. وشوف يا مصورنا من الجانب الأيمن هناك حامل الرقم 8 وهو شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل يتصدر مع الكيلومتر الأخير الذي دخلنا في أجوائه. بن جهويل وبن لفجح على المركزين الأول والثاني والأعصاب لا تزال هادئة، لكن شوف شعار بن هاملة يصل مع المركز الثالث يتقدم بهذا التقدم السريع والملحوظ. هنالك الكايد حمد بن صالح بن هاملة، والمركز الرابع بن عويج، والخامس شعار غزال وغزالة مع بن سفرون لوكن بن لفجوح. يا سلام والعصاقوس والثقة تامة، هادي بن سالم بن لفجح، سالم بن هادي اللفجح مع مختار، مع مختار، لكن الخطورة بانت يا مالك مختار من شعار حمد بن صالح بن هاملة. ينطلق الآن، ينطلق ليغير مجريات هذا الشوط، لكن بن لفجح يا بوي الحركة، حركة 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 هنا مع الصدارة سريعة جدا من بن لفجح، يسجل هذه النقطة كما أبدع بالمنافسة في يوم الأمس، يكون متواجد مع آخر 200 متر ليسجل هذه النقطة الصباحية. سلام سلام بن لفجح، سلام سلام شعار متعب ومتعبها المتألقة، دائما شعار بن لفجح. تهانينا على هذا الأداء الممتاز، تهانينا للسيد هادي بن سالم بن لفجح على هذا الفوز. المركز الثاني كان مع شعار بن هاملة الكايد حمد بن صالح بن هاملة، الثالث شعار بن جهويل مع شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل. والتوقيت الزمني 3 دقائق 3 ثواني 18 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.